أيها الحضور المميز المختار بعناية ومحبة، يجمعنا اليوم حدث لطالما انتظرناه حتى مل انتظارنا، ولكن أن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي أبداً. فبعد تأجيل وتمديد زف إلينا بقانون الانتخابات، قانون للانتخابات قدر الله لنا أن نعيش زمنه اليوم، وأن يأتي هذا القانون على أساس نسبية وأخيراً، وهو إنجاز يسجل لعهد فخامة العماد المشهور بالعناد، صهرنا سندة ظهرنا الجنرال ميشيل عون. فهذا القانون الذي سندرك أهميته بعد حين برغم نواقصه، إلا أنه أتى وكأنه مفصل بيد خياط ماهر على قياس البعض إيجاباً. فهذا الذي عاش ويعيش يوماً بيوم بين الناس، يشاركهم الأفراح والأحزان دون جهد أو تطبع، وفي كل الأزمان لا في المواسم، هذا البعض هم أصحاب أهداف سامية. فأن تضع هدفاً وتصبح أسيراً له، نسميه في عالم المرئيات فوكسينج، مما يعني أن كل الباقي دي فوكس، أي بالزحلاوي غباش. فكيف إذا كان الهدف فرح الناس ورفاهيتهم، ضحكة الأطفال وسعادتهم، طموح الشباب ومساندتهم، خدمة الشياب وراحتهم؟ فتغدو ساعاته لحظات، وتراه لاهثاً يجتاز السنوات وصعابها كما المشارك في سباق للحواجز، وفي الوقت عينه تصبح قيمته في قلوب الناس راسخة. فمن جمع الناس وابتكر لهم المناسبات التي يسبحون فيها خالقهم، وفتح أبوابه أبداً، وأجاب اتصالاته 24/24 و365 يوم وربع على 365 يوم وربع على مدى السنين، ليس كمن يتموسم مبخراً أو معزياً. ومن يسعى اليوم للحاق بركاب الاهتمام بالناس وبحاجاتهم، ليس كمن خلق لهم فرصاً للعمل الدائم واستثمر في أرضه وبين ناسه، في حين تتكدس في المصارف أموال يخاف مودعوها عليها نقصاناً أو نفض غبار. ولأنك تختصر كل هذا، أسعد نكد، ولأنك تختصر كل هذا أسعد نكد، فقد أصبحت حارساً لإنجاز كله فيض لنور، حارساً لحلم صار حقيقة وظل لغيرنا حلماً يدلون به إلينا. ولأنك غدوت حارس الحلم، نقول لما العتم يصير هموم والليل يغبش النجوم، بتصير لمعات الفرح نجمات عنقود انجرح، ونصير عحدود الحلم ممنوع نرجع للوهم، منصير لنوطير ونصير حراس الحلم. أسعد نكد، تفعل وتفعل، ولكن هناك وقت للكلمات فتفضل. لما العتم يصير هموم والليل يغبش النجوم، لما العتم يصير هموم والليل يغبش النجوم، تصير لمعات الفرح نجمات عنقود انجرح.